ووسام بوسنينة وترك المجال للشبان. انطلاقة المواجهة والهدف الأول للشاب كمال العلويني، 1-0 للمنتخب التونسي. كمال العلويني قوية جدا، ممتازة ورائعة من كمال العلويني، الهدف الثاني على التوالي، ممتازة جدا. بلاي ميكر المنتخب التونسي يدخل زملائه في المباراة. مصباح الصانعي محاولة المرور، ممتازة جدا، ممتازة ممتازة، والتعادل 15 هدفا مقابل 15. الجرينتا موجودة، القلب موجود في المنتخب التونسي. كمال العلويني ممتازة جدا، ممتازة ممتازة، الدفاع كبير، 19 هدفا مقابل 18. القلب موجود والروح الانتصارية أيضا، ثقة في النفس، والهدف 19. اللعب في المنطقة الوسطى وكمال العلويني، كمال العلويني بقي ينتظر ولا أحد من الألمان كان يتوقع أن يسدد. شاهدوا معي، عصام تال الهدف، ممتازة جدا، رائع من عصام تال، رائعة من عصام تال، والهدف الثاني على مستوى الفارق. المنتخب التونسي تمريرة ممتازة في ظهر المدافع روكيتس، وتصويبة قوية، يا سلام، تسلم ايديك يا علويني، تسلم ايديك. منين؟ من التسعة متر يشوط الكرة بارتقاء عالي، يا سلام، هدف غالي في مهارة رائعة رائعة رائعة. يا سلام يا تاج، الله يا علويني، الله يا علويني، يا سلام يا علويني، كمان وكمان، العب كمان وكمان، يا سلام. بص الكرة في العادة حلوة حلوة حلوة. أسامة حسني حاول المرور، عملية تقطع إلى كمال العلويني، ممتازة جدا، اندفاع 5-4. لا يعطي الفرصة للاعبي البرازيليين أن يمرون بكل سهولة في عملية 1-1. العلويني وجنوس طبعا طار ويحسب الهدف، رائع كمال العلويني، ياخذ المبادرة والمسؤولية، 1-1 فسرعة بلال العلويني، وكذلك نشاهد 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 اللعب، نشاهد كمال العلويني ماذا يفعل في دفاع المنتخب البرازيلي، هذا هو الحل، هذا هو الاندفاع البدني، نشاهد كيف يمر بكل سهولة بحركة فنية، حركة دوتشي بايف. طول قامت اللاعب رقم 14 تياغو سانتوس، كمال العلويني، كمال العلويني ياخذ المبادرة ويسجل أول أهداف المنتخب التونسي، نشاهد بمجهود فردي ياخذ المسؤولية فوق الجميع. أعطى الفرصة للاعبين البرازيليين لأخذ الثقة في النفس وأخذ المبادرة والأسبقية. لكن أين دفاع؟ تعود الكرة بفاست بريك، تصعد الكرة بسرعة، تصعد الكرة بسرعة، والهدف 26-22، يتقلص الفارق. أفضل هداف في المنتخب التونسي كمال العلويني بست أهداف، لم تغير شيء في النتيجة. أمامنا كمال العلويني في تنفيذ رمية 7 أمتار على العلويني، والهدف السابع، 7 مقابل 6 لفات المنتخب التونسي، 4 دقائق متبقية في عمر هذا الشوط الأول. وعملية تسلم الكرة للجناح ممتازة جدا، عملية التخليص والهدف الأول. وهذا هو سيلعب عليه كمال العلويني، أكيد العلويني تقصد أمامنا. ومجهود مجهود كبير وفردي من كمال العلويني، و
بذكاء كمال العلويني يسجل